معنا من المطبخ المغربي الشيف من مطعم مكناس بأبو ظبي مختار الحمدوشي. صبحك الله بالخير يا صباح مختار. النور. أول شيء مبروك لكم، مبروك لكل أهل المغرب هذا التصدر، تصدرت كل مطابخ العالم والإيطالي والسوشي والياباني والصيني، جاء على رأس القائمة أول مطبخ مطبخ مغربي. صح، هذا فخر لنا جميعا كعرب يعني صراحة. كنا يعني انبسطنا بهذا الإنجاز هذا، وإحنا نشكركم يعني لاستضافة مطعم رياض مكناس. هذا واجبنا من طرف قناة سكاي نيوز العربية. واجبنا واجبنا بالعكس، حابين نتعرف. لنا الشرف على أنه المطعم المغربي والمطبخ المغربي يعني تصدر العالمية وتفوق على المطابخ العالمية المعروفة مثل المكسيكي والياباني والفرنسي والإيطالي كله، والإيطالي كذلك يعني. إحنا الحمد لله مطعم رياض مكناس فخر يعني ونتشرفوا يعني بهذا الإنجاز. لا بالعكس واجبنا، واليوم بنتعرف على المأكولات المغربية أكثر، مع أنه أنا من عشاق المأكولات المغربية. أنا أحب الطاجين أبو الزيتون اللي معاه الفرايز البطاطا، تحطه الدجاج يقول عليه الدجاج بالبطاطا بالبطاطا المقلية صح؟ إيوه والزيتون، والزيتون ضروري هذا، واللحم البرقوق كمان، واللحم البرقوق كذلك موجود عندنا. طيب يلا خلينا نتعرف عليه، نبدأ بإيش؟ اي شيء يعني تفضل يعني خليك. هذا الكسكسي خلاص يعني غني عن التعريف. الله. كسكس المغربي يعني. أيوة. بالخضار فيه كمان يعني بيجي لحم بيجي دجاج وكمان بالخضار وكمان بالبصل والزبيب، هذا من اروع الاطباق يعني اللي معروفه يعني في المغرب الكاميرا. وكان يعني من بين الاطباق اللي نفتخر فيها يعني اكثر شيء يعني هذا الطبق يعني. هذا الكسكس المغربي المعروف فيه انواع كذلك والمشهور. يعني انا حبيت نجيب لك واحد بس، في انواع كثيره يعني. اكيد. تختلف الانواع بايش؟ في واحد يعني بيجي حلو. تصور يعني تكون على البرغل ولا الكسكس تحط عليه بصل وزبيب وقرفه وسكر وعسل يعني. الله. شوف يعني كيف التركيبه يعني، نحط نتكلم على التركيبه يعني، وهذا اللي يميز يعني المطبخ المغربي، فيه تركيبه يعني الزائر اي زائر يعني بيجي تلاقيه يعني بتفاجأ من تركيبة المواد الموجودة بالطبق يعني. ايوه ايوه في عندكم البسطيلة كمان. البسطيلة كمان موجودة يعني تحصليها يعني. لا البسطيلة انا صراحة هذا لحم بالبرقوق، هذا يعني ملك المطبخ المغربي. الله. هذا بامتياز. فهذا التركيبة اللي نقول عليها يعني فيها حلو ومالح رهيبة. هذا اللي يفاجئ يعني الزوار ويفاجئ الناس يعني كيف يعني بتمزج هاد التركيبة يعني من الحلو والحادق يعني. هذا من ألذ الأطباق صراحة. من ألذ الأطباق اللي ممكن الواحد حذوق بعد شوية إن شاء الله. من ألذ الأطباق يعني. أنا كمان كلمتني على البسطيلة موجودة كمان. البسطيلة. ممكن هاي موجودة. واي هذه البسطيلة. البسطيلة الدجاج هذه يعني تكون مفاجأة يعني الواحد يعني يتفاجأ فيها، كونك يعني تجمع المكسرات وتجمع الدجاج والدجاج والسكر والسكر، فالواحد يعني قبل ما يذوق بيكون عنده فضول. أيوة. كيف يعني نمزج هالمكونات ونحصل على يعني جدة وهالطيبة يعني. كيف ممكن تكون دجاج وفيها سكر؟ ايه بالضبط. فكتير ناس تتفاجأ يعني. رائع كتير ناس رائع رائع البسطيلة يعني. انا مرة يعني من عشق. ايش كمان عندنا؟ في رفيسة اللي كانت يعني هي السبب في اننا ناخذ يعني هذه السفة، نقول عليها السفة يعني هي بشعرية. أوكي. مبخرة. مبخرة كتير من المرات يعني، ونحط عليها عسل ونحط عليها سكر. خلينا نحط بس هذا هنا. اوكي نحط عليها سكر. هذه تجي حلا كثير يعني تكون يعني هذه زي الشعريه صح؟ نفس الشعريه بس فيها مكونات مثل السكر والقرفه. ايوه. ومي الزهر يعني حاليه. ها حاليه كثير يعني بتكون يعني في المناسبات اكثر شيء. في المناسبات. لذيذ والله. طيب احنا هنا فتحنا هذا حلا بعد يعني هذا حلا مغربي. حلا مغربي معروف نقول عليه جوهره. أو لبسطيلة الحليب. هذه بسطيلة الحليب أو لجوهرة فيها كمان مكسرات. هذه بسطيلة كمان؟ بسطيلة بس ورق البسطيلة هي مثل ورق البسطيلة نقول عليها القلاش. أيوة. بيتحمر في الفرن ونحط عليه يعني حليب وسكر ومي زهر. أوكي. هاي مكونات يعني الأساسية فيها. أوكي. طيب. مكسرات كمان. هذه بس هذه ما فيها دجاج. لا لا هذه حالة. حالة دي بتجي بعد الترافق يعني بعد ما يخلص يعني الواحد. والله يا شيف أنا جوعانة الحمد لله أنتوا جيتوا في وقتكم. أنا والشيف يعني نقول يعني بصحة بالمغرب نقول بالصحة والراحة. والراحة. بالصحة والراحة. طبعا طبعا أنا اللي أعرفها. أنا لما رحت في زيارتي للمغرب كنت كل يومين يوم لما نطلع أتغدى أطلب
اثنين مين كورس اللي هو اطباق رئيسيه. الناس يبداوا ابيتايزر، انا ما على طول اروح اثنين مين كورس، اطلب البرقوق والدجاج. صح. يقول لي اثنين مين كورس. اقول هذه الرفيسه، هذه اللي كانت يعني عندنا ترند في مع الشيف رامزي. أوكي. يعني كان هو تفاجأ فيها لما راح زياره للمغرب. أوكي. وسواها كمان. أوكي. يعني من هذه اللي كانت يعني في النهائي يعني صارت يعني تغلبت على الأطباق العالمية، كانت هذه فيها يعني كمان أسرار يعني متعلقة يعني ب يعني الولادة، تعرف يعني الولادة، الولادة يعني وال ولادة إيه؟ طقوس يعني الخلفة، طقوس الخلفة. جي بعد الخلفة يعني بيكون يعني للمرأة اللي خلفت. بس إيش يعني هذه يا شيف؟ هذا مكرونة هذه؟ لا 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 لا، هذا نقول عليه ثريد، تعرفين ثريد؟ ثريد ثريد هو يعني قطع يعني خبز رقيق. أوكي. مثل الرغيف. أوكي. مثل الرغيف. أوكي. والصلصة الصوص بتاعه تتعمل لحالها يعني فيها بهارات، نقول عليها راس الحانوت، إذا تسمعين به يعني راس الحانوت. هذه يعني أول مرة أجربها. لا كثير معروفة هذه، وهذا تقليدي يعني بامتياز، هذا تقليدي. إيش اسمه؟ بامتياز. رفيسة. رفيسة. رفيسة معروفة يعني. رائعة. كثير معروفة. في عندكم كمان الزعلوك. واو. الزعلوك. ما صار يعني كنت نجيبه بس يعني. رهيب الزعلوك. لضيق الوقت يعني حتى تعلمته وصرت أسويه في البيت. صح صح صح. طيب هذه بدنا هذا الحلويات. بيكون ما نتقدم مع الشاي المغربي الذي لا يعلى عليه بالطبع. معروفة يعني طبعاً. الشاي المغربي كذا. طبعاً يعني. معروفة. الرفيسة هذه كمان عجبتني. رفيسة. الرفيسة. الرفيسة. هذا إيش اللي في؟ هذا دجاج. هي بالاخص تكون بالدجاج يعني هذا يعني للتزيين، هذا التمر وعليه لوز يعني للتزيين بس، هذه للزينه بس. بس هذا للزينه بتحطه يعني كمان إيه في اكل معاه. صح بتاكل معاه. يعني طب الاطباق المغربيه شيف معروفه انه فيها حلو مالح كثير مكس. ايوه بالضبط. يعني كثير فيها يعني مثلا هنا اللحم البرقوق. هنا الدجاج ال بسطيل الدجاج. بسطيل الدجاج معاه ده يعني يعني في رهيبة. هذه الأطباق اللي يكون فيهم الحلو والمالح الكثير يعني بتكون بالمناسبات. الحين يعني صارت معروفة بنحطها في مطاعم. لأنه يعني لازم تكون يعني نتعرف عليها ويتعرف عليها المجتمعات الثانية يعني. فهذا أكثر شيء بتكون يعني بالمناسبات، أعراس ومناسبات يعني ولائم وعزائم بتكون كثير يعني لما نحط الحلو والمالح مع بعض. ايوه بس في البدايه الناس تجيهم شوك اول ما يذوقوا هذا اللي انا صحيح. اتذكر اول مره ذقت البسطيله يمكن قبل 20 سنه. اول مره. فاول مره ذقتها حسيت اني انا كذا ما تقبلتها لانه دجاج وسكر كيف كذا شو صاير يعني كيف هالتركيبه يعني. وقعدت فتره ما اكلها لان انا ما اخذ انطباع انه غريبه طعمها. صح غريب. صح. بس الان سبحان الله صارت ادمان. صارت ادمان. ويعني تعرفين انه في كثير اطباق مغربيه ندمج معاها يعني تشوف يعني اللحم ولا الدجاج ندمج معها فواكه. فواكه مو تكون طريه مثل يعني الكوماترا، ممكن الاسفرجل. ايوه. او كمان التين. ايوه. فالواحد انا بيجي ويشوف يعني كيف التركيبه تمشي مع لحم ولا دجاج او البرتقال. ايوه يعني ما تتخيلين يعني نحط برتقال على لحم بس لما الواحد ياخذ يعني فكره ويتذوق يعني يتفاجأ ويصير عنده يعني احس رهيب. البرتقال مع اللحم يطلع برتقال ولحم. هذا الطبق. أوه. يعني دجاج بالضبط. الدجاج دجاج. طبق يعني للمناسبات. ايوه. كثير كل يوم مناسبة احنا عندنا. احنا كل يوم نعتبر مناسبة. نعملها مناسبات كثير. صح صح صح. يعطيك الف عافية. شكرا كثير. شكرا لوجودك معنا. تشرفت معكم يعني. واحنا كمطعم رياض مكناس نتشرفوا اننا جينا واستضفتونا في هذا المقابلة. بالعكس شرف لنا. مبسوطين كثير. وسعيدين احنا بنجاحكم مرة ثانية مثل ما قلنا. شكرا كثير. اول مطعم على او مطبخ المغربي فاز كاول مطبخ على مستوى العالم. تعرفين اللي صاير يعني انه الموقع الجغرافي. ايوه. وتعدد الثقافات اللي تصب علينا. صحيح. كانت يعني على مر العصور يعني. صحيح. في المطبخ الاندلسي اللي. صحيح. هو يمكن من الحضاره الاندلسيه اللي. صحيح. جات حتى الاسبانيا وخادت يعني غطيتوا على الكل انتم ما شاء الله عليكم. الحمد خلاص لله. انتم اللي فايزين وانتم غطيتوا على الكل. يعطيك الف عافيه. الله يسلمك. شكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا كثير. العفو. اهلا. شرفنا كثير. طيب انا بذوق هذه وبنروح بعد شويه عشان نشوف اخبار الرياضه مع كريستين. شكرا كثير.